عينا ندويو عينا نهضرو وكنخليو حنا غير الصداع، حنا اللي كنديو التهمه ديال الماء، حنا ما كنبيعو لا ما لا والو. حنا يعني كحارس ديال المقبره 34 سنه ماشي عاد بدينا. ثانيا هاد يوم الجمعه كيكونوا الافارقه كيبيعوا لنا الناس وكيقلعوا داك الورد ويغرسوا الناس اخرين ودايرين لنا حاله في المقبره. في يوم الجمعه الناس كيجيو يبيعوا الماء ويبيعوا الزهار ويبيعوا، وكثير من الافارقه يوم الجمعه كتكون عندنا الروضه عامره، يوم الجمعه تكون عامره نهار ومطال. وحنا نهار الجمعه كيقلعوا داك الورد اللي دايرين الناس وسط المقابر وكيزرعوا الناس اخرين، والناس اخرين تا هما عليه كيجيونا حنا يقول لك هذا الورد شكون حيدو، يعني حنا ما غاديش نحضروا نهار الجمعه. نهار الجمعه يعني خصوصا كتكون روضه فوق القياس فيها الافارقه راه فايته 30 واحد اللي كتكون يوم الجمعه. والايام الاخرى حنا حارسين على المقبره غاديه بالتنظيم غاديه يعني مزيان. وحنا كحارس راه حنا عندنا 34 سنه في هذا الميدان ماشي عاد بدينا فيه اليوم ولا غدا ولا يمس. نعم كيعرفونا الناس وحنا 34، هذه الروضه راه 28 هذه باش تبدات هذه الروضه اللي حنا فيها، وخصوصا حنا صابرين فيها ما فيها لا ما لا ضو. وحنا الماكينه خسرت لينا ديال البير راه صوبنا الموتور، بقات ديك الماكينه ديال البومبه دايرين مع الناس. غدا الاثنين دار معنا السيد باش غيجي صوبها وغيولي الماء للناس كما هي. والروضه حنا منظفينها من ناحيه التنظيف من ناحيه جميع المسائل مسيرينها على احسن ما يرى مع جميع المواطنين، لا اللي عدو يعطي ولا اللي ما عدوش. حنا في الدفن حتى واحد ما كنحرصوا عليه، ديك البركه اللي كنشدوا راه عندنا فيها المصاريف فيها البلايك فيها الناس اللي خدامين كيحفروا. حنا العنيت حنا كتشيط لنا شي بركه بسيطه اللي كتشيط لنا. القضيه قال لك الناس كتاخذوا الفلوس حق هذوك الفلوس كتاخذوهم نعم. نعم البلايك هادو شحال دايرين الثمنه ديالهم؟ راه البلايك راه كنقولوا البلايك راه بالطوب والحجار. لا البلايك هما الغطا باش كنغطوا الميت، هادو كيديروا 30 درهم الوحده، كيهز القبر خمسه ب 3000 ريال. والسيد اللي خدام معنا داير لي 50 درهم القبر باش كيحفروا، يا 4000 ريال باش تراقد هذا القبر هذا. الناس كاين اللي يعطي اربعه، كاين اللي يقول لك ما عدوش، كاين اللي يعطينا خمسه، كاين اللي يعطينا حتى لسته، وكاين اللي كيقول لك ما عدوش يجينا واحد ولا جوج في الاسبوع. ها ما كيعطيناش، كيقول لك اودي هذا السيد راه جود الله، راه الناس اللي واقفين حتى حنا ما كنقول لهم والو، ما عمر شي واحد اللي عكسنا معاه ولا عمر شي واحد مشى شكا قال لك هاد الناس ما خلوناش ندفنوا ما عندنا باش نخلصوا ولا شي. لا الروضه نعم سيدي حنا المقبره غادي ننظمينها، حنا ونضلوا واقفين حارسين عليها بالمزيان، لا من ناحيه الناس اللي كيزوروا ولا من ناحيه اللي كيجيو يرشوا الماء ولا من جميع المسائل. حنا في هنا 28 عام هذه، وهنا المقبره ها انتم كتشوفوا يعني منظفينها، ما كاين لا كواغط لا ميكات لا حتى شي حاجه اللي غادي تهتم بالمقبره على الدخله ديالها، حتى من الباب برا كنظفوه من ناحيه الكواغط من ناحيه جميع المسائل، لا في الدخله ولا في الخرجه. شنو تقول لهاد الناس هذو اللي تيقول لك راه حكار كتبيعوا الماء هنا في المقبره؟ اسيدي الحارس المقبره لا سيدي لا حارس، قول لهم سيدي انا موجود، لا عمر شي واحد عطاني شي ريال وقف امامي هكذا وقول لهم انا كنبيع افارقه نهار الجمعه فوق 30 واحد ولا 40 هنا، ونجيو نديروا واحد المعاينه ديال نهار الجمعه ونشوفوا اشنو كاين يوم الجمعه، يشوفوا شنو عندنا هنا اشنو كتصرف في المقبره، وخصوصا يوم الجمعة والأيام الأخرى ديال من ربعة خمسة هنا فين فم الباب. هاد الناس عينا ندويو معاهم عينا نهيوهم عينا والو. نهار الجمعة كيجيو هما وكيجيو ناس أخرين كيبيعوا الزهر تاني في المقبرة، ولكن هما أكثر، هادو رسميا عندنا هنايا نعم سيدي عينا ندويو عينا نهضرو، ما كاين حتى واحد ما تصنت لينا حتى شي واحد. وهاد الناس كنطلبوا من السلطة حنا يوم الجمعة يعطيونا واحد جوج ناس من السلطة ينظموا لنا الروضة نهار الجمعة. بالنسبة لدوك الأفارقة اللي بغى يسعى ولا اللي بغى يدير يبقى من الباب برا، لا ما يدخلش المقبرة باش الروضة تبقى محترمة كما غادية، تبقى محترمة ما تبقاش هاد الروضة يعني اللي جاي يدخل اللي جاي يدخل اللي جاي يدخل نهار الجمعة راه مدايرين لنا حالة. عينا ندويو عينا نهضرو وكنخليو حنا غير الصداع، حنا اللي كنديو التهمة ديال الماء، حنا ما كنبيعو لا ما لا والو. ثانيا ذاك الورد اللي كيزرعو الناس وكيسقيوه كيمشيو هما يحيدوه ويغرسوه الناس أخرين. ما عندكش القدره انك تقحى هذه؟ لا والروضه نهار الجمعه كتكون عامره، من غنحذيو؟ ما نحذيو هالاتجاه ولا هالاتجاه ولا هذا، على الاقل السلطه الله يجزيهم بخير يعطيونا واحد ولا جوج من السلطه يكون عندنا هنا يوم الجمعه ينظم لنا المقبره، هذا يبقى عند الباب تتفوت الوقفه ديال الجمعه، وهذيك الساعه يجي الصباح مع ديك الستاره كنحلوا مع الفجر، يوم الجمعه مع الفجر كنحلوا المقبره، وبغينا الروضه تنظم وتكون غاديه مزيان باش هاد الناس غايقول لك العساس كيبيع الماء، احنا ما كنبيعوا لا ما لا ما.
احنا ملي خرست لنا الماكينه احنا ولاو الناس كيجيو يدقوا علينا كيقول انت سد علينا الماء بغيت تبيعي، وحنا الماء ما لقينا روسنا احنا بنفوسنا المجلده بنسقيه ونشربوا الحالي دابا ليت ولينا احنا كنمشيو نعمروا عندنا كروسه وحمار كرامه السامعين نعمروا الماء 30 بيض 40 كنعمروها للجنازات مغطيناها على حساب الجنازات، كتجي الجنازه كنهزوا سته باش نقضيو الغرض حتى النهار نصلحوا الماكينه وهذا الشيء اللي كاين هو هذا العمس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.